فمن رأيته يسبح لله فعظمه إجلالا لله. نحن نرى أحيانا نرى من عباد الله الصالحين ما نعلم ضعفنا وأننا لا نستطيع أن نبلغ عملهم، فعلى الأقل نجلهم إجلالا لله. نرى لله عبادا صالحين نعلم من أنفسنا أننا لا نستطيع أن نعمل عملهم، فإذا عجزنا أن نعمل عملهم فلا أقل من أن نجلهم، نحبهم، إن كانوا فقراء نتصدق عليهم إجلالا لله. وافعل إن شئت، ادخل أحد الحرمين مرة فترى بعض الخلق فيها في أصمات بالية، ولو قدر أنك رددت على الحرم مرتين ثلاث أربع وحاولت أن تراقب هذا العبد لوجدته لا يسأل الناس ومنشغل في التسبيح والعبادة. وأنت تعلم من نفسك ضعفك وأنك لا تقدر على هذا، فعلى الأقل أكرمه إجلالا لله، أكرمه إجلالا لله. فما لا تقدر أن تطلبه بعملك فلا أقل من أن تطلبه بنيتك، فإن القلوب شأن عظيم. شأن عظيم عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب المؤمنين أوعية لمحبة الله جل وعلا. متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، والحمد لله رب العالمين.